Ladies and gentlemen, please welcome Alberto Del Rio's personal ring announcer, Ricardo Rodriguez. Damas y caballeros, su campeón, Alberto. السلام عليكم شباب، اخباركم مساكم سبين، معكم اخوكم سلمان اوري فلير، واليوم جايب لكم مباراة بين راندي اورتن البرتو ديل ريو. اوكي خلنا نبدأ في الماتش. الماتش هذا كان يطفش، ما في اي متعة. كل رأي يعني، كل واحد عنده رأي، واكيد ارائنا تختلف، بس انا ما تمتعت بهذا الستوري لاين، ما ادري ليش. ديل ريو مو بعجبني، راندي اورتن برضه مو بعجبني في الستوري لاين هذا، لانه صراحه طفش. انا بضربك، لا انا بضربك، انا اقوى منك، لا انت اضعف، يعني خلاص مجت هذه، يعني خلاص. اتوقع ان المتابعين تعدوا هذه المرحله، لان صار لنا سنين احنا نتابع هذا الشيء. نبغى شيء يخلينا نتمتع، وبرضه يخلي المصارعين يعطيهم سبب عشان يروح يضرب هذا المصارع او يسوي له شيء. اما انك والله انا عشان اقوى منك وانت اقوى مني ولا انا اقوى، يعني خلاص وين مبزره احنا. فزي ما قلت لكم برضو الماتش هذا كان يعني يطفش، ما حتى انا ما تابعته كله، يعني انا ما تابعها مباشر لان ما احب يعني اسهر مره، يعني ما ادري ليش ما احب اسهر عشان شيء مثلا زي كذا مصارع. ادري مصارع يعني انا اتمتع فيها واتابعها، بس ما راح اسهر عشانها، يعني او انه مثلا اضيع وقتي في الليل عشان اتابع شيء، لان تعرفون هم في امريكا يكونون عندهم الليل ويكون عندنا الصبح، او عندنا خلينا نقول الفجر. المهم يعني قد مره سهرت يعني اول، بس السنه هذه والسنه اللي راحت صار لي يعني تقريبا صار لي سنتين ما سهرت عشان اشوف المصارعة، لان اشوفها اعادة احسن لي، ما اهم شيء اني اشوفها. فيعني اول ما اصحى على طول اشوفها قبل ما يعلموني وش صار. المهم زي ما قلت لكم ستوري لاين ما في اي متعة. خلنا نتكلم عن راندي اورتن. راندي اورتن الحين راندي اورتن الشخصية هذه انه انا الانسان الكويس، انا اللي احب الاطفال، انا اللي يعني الشخص الممتاز او الشخص الكويس، مو بشخصية راندي اورتن اللي نعرفها هذه. حتى راندي اورتن يبغى يصير الشخص السيء في ستوري لاينز، يبغى يصير شخص سيء، يبغى يصير هيل، بس انا دبليو دبليو الحين ما اعطوه فرصته، لانه يتقنها او يصير احسن كشخصيه الهيل، عكس الفيس. اذا صار فيس صار ما ادري شيء بصراحه، ما له اي طعم. فيعني اتوقع هذا اللي مخلي راندي اورتن ما له معنى هذه الايام او هذه السنه. اوكي ديل ريو نفس الشيء، ما يعني اوكي هو هيل، احسن شيء يكون هيل، انا ما ادري ما قد شفته فيس. حتى لو كان فيس اتوقع هو كهيل احسن شيء، او كشخصيه سيئه احسن شيء كأنا متابع، يعني اعرف انه هو يتقنها زين، خاصه هو ريكاردو رودريغيز مع بعض يعني مره ثنائي ممتاز، يعني يقهرون الواحد او يقهرون المصارعين الثانيين. بس ودي يكون ايش، ودي يكون ان ديل ريو يكون شويه كنفس يعني تيد دياسي القديم، طبعا مو الحالي، مو جونيور، تيد دياسي ابو الجونيور. فيعني ودي يكون انه شايف نفسه، ما يهمه احد، مليونير. ادري هو اوريدي غني، بس مو بلازم يقول انا مليونير وكذا، بس لان اوريدي نعرف انه غني. بس ترى غني كستوري لاين، ما ادري هو غني صدق، ما اتوقع انه يعني ما اتوقع انه مره غني، لا مصارع اكيد راح يكون غني، لانه
صارع في راس المانيا وفي تقريبا اغلب البي بي فيز المهمه او كل البي بي فيز اللي اثناء السنين اللي راحت او السنه اللي راحت. ما ادري ليش راندي اورتون ضرب الحكم. ف زي ما قلت لكم دريو يعني لازم شويه يعدل في شخصيته يكون احسن. يسوي يعني يكون في ستوري لاينز بينهم لها سبب، مو عشان والله انا اقوى منك او انت اقوى مني فوالله عشان كذا بضربك او انا احسن منك عشان كذا انا بجي اصارعك. لا، لازم في اسباب احسن من كذا. ما ادري يعني يختارون شيء جديد بينهم يخليهم يعني يعصبون على بعض. فزي ما قلت هذا رايي عن هذا الستوري لاين، هذا رايي عن هذا الماتش. انتوا وش اراكم؟ هل عجبكم راندي اورتن هذه الشخصيه؟ هل عجبكم البرتو دريو؟ شخصيته عجبتني بس لازم يعدلها شويه البرتو دريو، ولازم يصير سيء مره 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 لابعد الحدود. فهذا هو رايي، واتمنى تكتبون اراكم في الكومنتس لانها تهمني، لان ابغى اشوف وش تشوف من هذا المصارع، وش تتوقع، وش تعتقد، وش اللي يعجبك فيه، وش اللي ما يعجبك فيه. فهذا اللي عندي اليوم. راندي اورتن فاز بهذا الماتش. انا ما تحمست من اللي فاز، انا ما كنت متحمس، ما كانت تفرق معي لانه زي ما قلت ما كان محمس هذا، لان ما حمسني هذا الستوري لاين عشان اشوف من اللي بيفوز. فهذا رايي عن هذا الفيديو. كان معك اخوكم سلمان، ومع السلامه. Oh, they mesmerized the WWE Universe in that match, and here are just some of the highlights. Here's your winner, Randy Orton! Man, what a contest! We definitely just witnessed one for the ages!